أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع من التعليم الفني المتقدم. هذه الحلقة مخصصة لمادة اللغة العربية، لغتنا الحبيبة التي نصبو إليها جميعا ونعتز بها. إذا أحببت أن تعرف مقدار مصر فتحدث معي وأعرف ما أقوله لك في هذه الحلقة. إذا إن لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. مصر وطن لا نعيش فيه بل يعيش فينا. مصر لو شغلت بالخلد عنه لطاقت إليه في الخلد نفسي. من قائل هذه العبارات الجميلة الرنانة؟ نعود لمصر والتراب مصر، متى نضحي بأنفسنا من أجلها؟ متى نقدم ما الذي نقدمه لها؟ نعرف كل هذا في هذه الحلقة المخصصة لمادة اللغة العربية في درسنا اليوم، وهو الانتماء وحب الوطن. هيا نقدم لمصر قليلا مما تستحق. هيا نعرف اليوم متى نقدم أرواحنا لمصر. درسنا اليوم بعنوان الانتماء وحب الوطن. طبعا في القراءة أهم ما نتمناه أن نقرأ النص قراءة جيدة، ثم نتعرف على المفردات الجديدة، ثم نستعملها في حديثنا وفي لغتنا. فهيا نستعرض معا أجزاء الدرس. الانتماء وحب الوطن. حب الوطن من الإيمان، ومن طبع من طبع الأحرار إظهار الحنين إليه واللهفة عليه، ففضله على الإنسان عظيم، وولاء المواطن له دائم، وحبه مستقر في القلوب، فقد ترعرع على أرضه وتنفس هواءه وشرب من مائه ونعم بعشرة أهله، فأصبح جزءا من وطنه لا يبعد عنه إلا ليعود إليه. اليوم ننظر إلى نجوم القرن 19 والعصر الحديث في الانتماء وحب الوطن، وماذا قدموا لنا، وما المقولات المشهورة لهم والتي نعرف ما مرادها وما مقصودها. والمواطن في ظل مفهوم المواطنة عاشق لوطنه يعيش به وله. قال السياسي المصري مكرم عبيد، هذا السياسي المصري القبطي قدم لنا مقولة جميلة جدا، فيقول إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. ليست وطنا نعيش فيه لكنها وطن يعيش فينا. فما المقصود بهذه العبارة الجميلة؟ طبعا أبنائي اللي بيعيشوا خارج القاهرة، إحنا عندنا من شوارع القاهرة الشهيرة ما سمت باسم هذا الرجل الأستاذ السياسي القديم القبطي مكرم عبيد، في شارع مشهور باسمه، من يزور القاهرة يعرف ذلك. فله مقولة جميلة، ما مدلولها؟ قال السياسي المصري القبطي مكرم عبيد إن مصر ليست وطنا نعيش فيه لكنها وطن يعيش فينا. وهي عبارة تهدف إلى إزالة الفوارق بين المسلمين والأقباط لكونهم أبناء وطن واحد تنبض عروقهم بمحبته، تنبض عروقهم بمحبته وتتمزق قلوبهم شوقا للدفاع عنه. فهنا يلفت أنظارنا إلى مقدار مصر في قلوبنا وتمكنها في أنفسنا. فكل زعيم من الزعماء اللي هنتكلم عنهم النهاردة بيلفت نظرنا لمكانة مصر في القلوب وفي النفوس. وماذا أيضا غير مكرم عبيد؟ الزعيم مصطفى كامل. والزعيم مصطفى كامل من أصحاب القلم الأدبي، وأنشأ جريدة مشهورة نشر فيها طبعا آراءه الوطنية التي تمتلئ بحب مصر وتعزف على مكانة مصر في قلوب المصريين في وقت كان وقت صعب ممتلئ بالحروب والنزاعات لمقاومة طبعا المحتل الإنجليزي في هذا الوقت. فكان من خلال كتاباته الأدبية الجميلة بيبث روح المحبة والوطنية والانتماء في قلوب المصريين، وأحسن النشر وأحسن الكتابة، وهو صاحب طبعا مقولة مشهورة هنعرفها الآن.
يقول الزعيم المصطفى كامل عن مصر: وأي حق أحق وأي حق أحق بالحب من مصر؟ بل أي شيء أولى بالإكبار والإجلال من مصر؟ انظروها وتأملوها وطوفوا بها واقرأوا صحف ماضيها، واسألوا الزائرين لها من أطراف الأرض: هل خلق الله وطنا أعلى مقاما أسمى شأنا وأجمل طبيعة، أجل آثارا وأغنى تربة وأصفى سماء وأعذب ماء وأدعى للحب والتقدير من الوطن العزيز؟ كلمات رقراقة. لماذا كانت مصر أولى بالحب والإكبار في رأي الزعيم الوطني الكبير الزعيم مصطفى كامل؟ مصطفى كامل اللي قال لنا في مقالتنا الجميلة اللي بندرسها دلوقتي: إيه لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا؟ الإجابة: لأن مصر سبقت أمما كثيرة في العلم والمدنية والأدب. أما بقى عن شعبها، فشعبها من أكرم الشعوب، وصفة الكرم نضع تحتها 1000 خط، لأنه الكرم يحمل صفات أخرى كثيرة، فوضعنا الكرم على رأس هذه الصفات التي تتميز أو يتميز بها شعب مصر. عزف على أوتار محبته لمصر وقال الكثير: اسألوا العالم كله تسمعوه يقول بصوت واحد: إن مصر جنة الدنيا، وإن شعبها يسكنها ويتوارثها لأكرم الشعوب. إذا أعزها وأكبرهم جناية عليها وعلى نفسه، إذا غمطه حقها أو ترك زمامها لدخيل، هنا غمطه يعني أنقصه، أنقص حق مصر اللي مهما قلنا عنه لا يوفيها حقها، لأن عظمتها سجلها التاريخ بكل الأقلام وبكل اللغات. لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هذه المقالة تلفت نظرنا إلى المقولة المشهورة للزعيم مصطفى كامل، واللي سمعناها كتير، وأنا ركزنا على كلمة غمطه أي أنقصه حقه. ولذلك نقول إن مهما قلنا عن مصر تعجز الكلمات وتعجز الأوصاف، لأن حبها في القلوب كبير. فمن مصطفى كامل إلى مفهوم المواطنة، نعزف بعضا من المطلوب. طبعا عندنا طبعا أمير الشعراء تحدث عن مصر، ذكرت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة مصر قبل الهجرة، وبعد الهجرة. فمن مفهوم المواطنة أريد أن نتحدث مرة ثانية عن بعد مصطفى كامل. طبعا عايزين نشوف شوية تمارين توصف لي مقدار الحب والإجلال اللي وصفه مصطفى كامل عن مصر. هنصيغه ازاي أبنائي في أسئلة بشكل مناسب لواجبنا نحو مصر، لأنه هو كان وطني وزعيم. فوضح لنا بعد كده احنا هنأدي لمصر حقها ازاي ونوجهه لها ازاي. وبعد كده طبعا هيعرض لينا المقال حب الانتماء وحب الوطن لمقولة أمير الشعراء عن مصر، وانه لو ذهب الى الجنة ايضا لا تتركه مصر، ونزعته حبها في قلبه حتى لو وصل لأقصى أهدافه وأقصى أحلامه، وهو دخول الخلد أي الجنة في الآخرة. من طبع الأحرار إظهار الحنين إلى الوطن، أي يعني كل وطني طبعا بيصبو بوطنه، فده طبع الحر. ناخد بالنا من التركيز في كلمة الحر، لأن الحرية كانت مطلب غالي في هذه العصور التي مجت ملئت بالحروب والنزاعات والصراعات الخارجية. فالحنين
من طبع الأحرار إظهار الحنين إلى الوطن واللهفة إليه، فبنقول ضع كلمة الحنين. طبعا الحنين وهو الشوق في جملة من تعبيرك، فهنقول الحنين إلى الوطن ليس له حدود، الحنين إلى الوطن ليس له حدود. أما كلمة طبع، الجمع طباع، دائما نطلب منك أدخل الكلمة في جملة حتى يستقر معناها في نفسك وفي مرادفها، فلا تنساه أبدا بكثرة الاستعمال، وخاصة في التعبير الإبداعي بعد ذلك. فكلمة طبع جمعها طباع، فهي ندخلها معا في جملة من تعبيرك. طباع البشر مختلفة، طباع البشر مختلفة إلى غير ذلك. مضاد دائم، مضاد دائم، هنا مضاد دائم أي زائل، فبقول كل نعيم زائل، كل نعيم زائل. ما مفهوم المواطنة في العصر الحديث؟ متى صدر أول دستور في مصر؟ كلها طبعا مفاهيم وطنية عايزين نعرفها مع بعض. متى صدر أول دستور في مصر؟ عام 1932. صلة مفهوم المواطنة، هيا معا نتعرف عليه. صلة الشخص بالدولة التي ينتمي إليها بصرف النظر عن معتقده أو لونه أو غير ذلك، وهي صلة يحددها دستور الدولة ويحدد حقوقها والتزاماتها. صلة الشخص بالدولة التي ينتمي إليها بصرف النظر عن معتقده ولونه أو غير ذلك، وهي صلة يحددها دستور الدولة ويحدد حقوقها والتزاماتها. طبعا المفهوم دوت عايزين نحفظه، وهو كده يعني يعتبر بشكل موجز. نرجع للأستاذ مكرم عبيد: إن مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا. فبقول لك وضح ما تدل عليه عبارة الأستاذ القبطي السياسي المصري السابقة وعلاقتها بمفهوم المواطنة اللي أنا لسه ذكراه، إن المواطنة ملهاش علاقة خالص لا بمعتقد ولا بلون ولا بأي اتجاه، وإنما هو مفهوم راسخ فينا. فالإجابة إن طبعا هذه العبارة بتؤكد إزالة الفوارق في بين المصريين سواء المسلمين أم الأقباط، لكونهم أبناء وطن واحد تنبض عروقهم بمحبته وتتمزق بفراقه شوقا للدفاع عنه دائما. نرجع لما بدأت به المقالة، ولكني وضعتها طبعا في موضع له رابط بأسئلة الأساتذة السابقين، وهي اللي جات لنا في التمارين السابقة للمقال أو التالية لنهاية المقال في كتابنا الوزاري. أمير الشعراء أحمد شوقي من أكبر الناس وأهم الناس اللي وضعوا بصمات جميلة لوصف الوطن، وقال عنه: وطني لو شغلت عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. فهنا المكان اللي هو فيه بيتكلم عن الجنة، بيتكلم عن الجنة والآخرة وأقصى أمنياته طبعا اللي هي الخلد. فبيقول إن أنا عمري ما هنساه حتى لو وصلت لأسمى غاياتي، ده المفهوم واللي بيأكده. فبقول لك ويقول السياسي عمر مكرم، يقول: إن مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا. فما مدى توافق المقولتين، مقولة السياسي مكرم عبيد مع قول أمير الشعراء أحمد شوقي؟ وناخد بالنا من اللقب بتاع أحمد شوقي. أحمد شوقي من كبار شعراء هذا العصر، أخذ لقب أمير الشعراء قبل كده في درس سابق. أنا لفت نظركم إن الكل شاعر عملاق كان ليه لقب مشهور بيه، زي ما اتكلمنا عن قبل كده البارودي قلنا رب السيف والقلم. هنا بأكد أحمد شوقي أخذ لقب أمير الشعراء في هذا العصر، ووصف الأحداث المصرية عبر قلمه،
وعبر شعره في هذا الوقت وصفا جليلا، وله شعر كثير في هذا المجال واسمه ديوان الشوقيات. فما مدى ارتباط البيت الشعر اللي بيوصفه أحمد شوقي عن مصر ومقولة السياسي المصري مكرم عبيد؟ بنقول الإجابة كلاهما يؤكد مكانة الوطن مصر في النفس، مكانة عظيمة، مكانة راسخة، مكانة أكيدة في النفس والقلب. ناخد بالنا في النفس والقلب، وتمكن هذا الشعور بقوة أيا كان الزمان والمكان، فكلاهما بيؤكد المعنى. نرجع للزعيم مصطفى كامل الأديب المصري، وقال عنها: وأي حق أحق بالحب منك يا مصر؟ فبنقول إيه اللي خلاه وصف مصر بهذا الحب والإكبار في رأي الزعيم الوطني الكبير؟ طبعا وصفها بذلك أيضا ليؤكد مكانتها في قلبه. نأتي لسؤال مهم جدا، وضح طبعا الزعيم مصطفى كامل، قبل أن نترك الزعيم مصطفى كامل، أنه بيأكد مكانة مصر في قلبه وأنها تستحق هذا المنزلة بجدارة. لكن هو هيدخل دلوقتي على صفة مهمة قوي قوي قوي، واللي هي لها علاقة بواجباتنا كمصريين كلنا بكل أشكالنا وكل طبقاتنا. إيه أهم حاجة هنقدمها لمصر؟ إيه واجبنا نحو مصر؟ فطبعا هو كان زعيم بيحارب في الوقت ده صراع عظيم ضد الإنجليز وغيرهم اللي دخلوا مصر وعملوا وضاع يعني وبذلوا دماء كثيرة حتى يخرج محتل من مصر. فبيقول لك احنا قبل ما نستنى محتل يدخل لمصر، لا، احنا عايزين نحافظ على كل ذرة من ترابها من اي دخيل، من اي دخيل، لان الدخيل اقوى من العدو. العدو او المحتل بيعلن عن نفسه، لكن الدخيل قد يكون متلون غير ظاهر. فهو هنا برضو الزعيم مصطفى كامل بيأكد لك احنا مش هنوصف بس جمال ومكانة مصر، لا، احنا هنحافظ عليها وعلى ترابها من أي دخيل. فبقول لك في السؤال: وضح أهم واجباتك نحو وطنك العزيز. أولا الحفاظ على ترابه من أي دخيل أو عدو. ثانيا إزالة أسباب النفور والشقاق، دي أهم حاجة، إزالة أسباب النفور والشقاق. فالاتحاد ثم الاتحاد ثم الاتحاد قوة كبرى، لولاه ما قام شعب في العالم، ما قامت أمة في العالم، ما نجحت أمة في العالم. يبقى إذن هنا أنا بأكد لك من واجباتك نحو وطنك العزيز الاتحاد. نترك الشقاق الذي من أقوى أسباب النفور، وطبعا سببه الأول والأخير وهو الاختلاف. فالاختلاف والنفور ثم الشقاق يؤدي للفرقة، وإذا دخلنا في الفرقة دخلنا في الدماء والحروب إلى آخره. فإحنا عايزين إزالة أسباب هذا النفور والشقاق، بأن كل مصري بيتحد مع الآخر، مع أخيه، في عمله، في مدرسته، في مجال أي كان مجاله، لابد أن نحافظ على روح الاتحاد. الاتحاد أيا كان قوة، ويجعل الأمة والشعب يصلان إلى هدفهم، وهو إن تقدم هذا الشعب وهذه الأمة وتحقيق أهدافها وتحقيق مكانتها وقوتها ما بين الأمم والدول المجاورة. فهذه النقطتين هي من أهم واجباتنا اللي بنختم بيها المقال الوطني اللي بنأكد فيه أهمية الانتماء وحب الوطن مصر. سؤال آخر يقول الشاعر: لا تقربوا النيل إن لم تعملوا له عملا، إن لم تعملوا عملا فماؤه العذب لم يخلق لكسلان. لا تقربوا، طبعا ده أسلوب نهي يحذرنا فيه الشاعر، هل الحفاظ على ماء النيل؟ لا، هنا الشاعر عايز يقول حاجة. فأنا بقول لك ماذا يطلب الشاعر من أبناء مصر هنا، كما فهمت من بيت واضح طلبه في الشطر الثاني، وهو نتيجة لطلبه في الشطر الأول:
ماؤه العذب لم يخلق لكسلاني. أيها الشاعر، من يستحق المكوث والإقامة في بلدنا الحبيبة مصر ذات المكانة العالية؟ من الذي يعمل، الذي يسعى، الذي يجد، الذي يحترم ترابها وماءها ونيلها العظيم؟ فالعمل على إعمار مصر بالجد والعمل، وينبذ الكسل، فالكسول لا يستحق وجوده بمصر. هذا ما يطلبه الشاعر، يطلب من أبناء مصر العمل على إعمار مصر، العمل ثم العمل، وينبذ، بيكره، بيذم الكسل، لا يستحق الكسول الإقامة أصلا في مصر. يقول أحد الشعراء آخر في تدريباتنا وتماريننا: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ولي وطن آليت، أقسمت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا. إياك 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 أيها المصري، أيها الوطني، من الدخيل، من العدو. إياك 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 من التفريط في هذا الوطن العظيم. ويقول آخر: لا تقربوا النيل، اللي أنا قلته من شوية. طبعا هذا التمييز كما هو جاء معنا في هذه المقال. فبنقول ماذا يطلب الشاعر من أبناء مصر؟ كما ذكرت آنفا، من واجباتنا هو الحفاظ على وطني مصر من أي دخيل، من أي دخيل أو أي عدو ينظر أو يأمل المكوث أو ينظر إلى مصر ولمكانتها العظيمة. فقبل أن ينظر إليها لابد أن أكون درع واقي، أكون درعا واقيا للحفاظ عليها وعلى ترابها، بأن أمثلها في كل مكان بأخلاقي، بوطنيتي، بحبي ليها قلبا وقالبا، في معاملاتي، في تحركاتي، في أخلاقي، في كل مكان. فأنا أمثل بلدي وجاهز في أي وقت للدفاع عنها بدمي وبروحي، لأن مصر تستحق. بنعود إلى فن المقال في الأدب وفي العصر الحديث، وهو العنصر الوحيد اللي بنلتف عليه في فرع الأدب وفي ورقة امتحاننا. هيجيلنا الأدب بيتكلم عن حاجة واحدة وهي المقال، وفن المقال فن سهل، بس لابد ان احنا نضع فيه العناصر بشكل منسق ومنسجم ومترابط، ان بيكون في بداية المقال في مقدمة مرتبطة بالموضوع ارتباطا اكيدا وشيقة، حتى ادخل لباقي المقال اذا كان مقال طويل واقراه. فلابد ان تكون المقدمة ومدخل المقال انه يكون شيق ويكون جذاب عشان أقرأ البين، بيكون واضح فيه الفكرة، بيكون واضح فيه الفكرة. بلجأ للأسلوب السهل مع شيء من العمق، والعمق عشان أوصل له بستخدم تصويرات خفيفة، تصويرات من اللي عدت عليا. بصور مصر بالجنة، بصور مصر بالخلد، بصور النيل بالشريان، وهكذا. فأنا بستخدم تصويرات سهلة بسيطة من اللي عدت عليا، وده بيديني عمق في استخدامي للألفاظ والأساليب وأنا بكتب أي مقال إبداعي. فالمقال هو اللي بنلتف حواليه في فرع الأدب في منهجنا الدراسي في الفصل الدراسي الأول. فأنا طبعا في نهاية الحديث عن المواطنة والوطنية ومصر الحبيبة والمقولات الجميلة لهؤلاء الزعماء الوطنيين، انا بحب ان احنا نجمع كل اللي قلناه ونمثل بكل الابيات الشعريه اللي عدت علينا والمقولات الجميله اللي عدت علينا في الدرس ده، بان احنا نخرج منه بكتابه مقال منسجم متكامل، نختمه في النهايه ايضا بنهايه جميله تصف كل ما نريده او نوصله للمواطن وللي بيقرا مقالنا، ان احنا لابد ان يكون في نهايه المقال الحث على واجبات كل مواطن هيقوم بيها تجاه بلده مصر. فأنا هضع ما بين إيديك في المقال اللي هتعمله لي كتمرين على خلاصة هذا الدرس، وهو إن أنت تكتب مقال فيه العناصر المتكاملة ديت، وهي هتديك اتساع كبير في الكتابة عن مصر. فبقول اكتب مقالا عن الوطن.
العناصر اللي هنكتبها مكان ومكانة مصر بين شعوب العالم. زي ما انتوا عارفين في العنصر ده بتبدأ بموقع مصر المتميز بين قارات العالم، واللي ده اداها موقع استراتيجي جميل ومهم في التجارة العالمية وفي التبادلات التجارية. فطبعا أولادي شاطرين في الجانب ده، عايزين نوصف الأول موقع مصر بين قارات العالم، موقعها الاستراتيجي. ثم هندخل على مكانة مصر بين شعوب العالم من حيث المدنية والعلم والفنون والأدب. هندخل بهذا العنصر بوصف مكانة مصر. ثم معالم مصر العظيمة، إذا تفنى محافظات مصر من الشمال إلى الجنوب، الأقصر وأسوان وآثار العالم وجميع المحافظات مصر المتنوعة، هنلاقي فيها طبعا معالم وآثار كثيرة. إذا بدأت بالقاهرة ثم مصر القديمة ثم محافظات مصر المعروفة، هنلاقي عندنا متسع لمعالم كثيرة بدأنا بيها، مثلا من التحرير ثم المتحف المصري ثم البرج ثم برج مصر ثم مصر القديمة والكنائس المعلقة إلى آخره. ثم هتدخل معايا أخيرا بعد ما تطوف إلى محافظات أخرى من المحافظات المشهورة، زي محافظة الأقصر وأسوان، زي محافظة الإسكندرية والمسارح اللي فيها المشهورة والمساجد، المساجد أبي المرسي العباس. كل الحاجات دي ما بتطوف بمعالم مصر العظيمة بتكتب زي ما كتبنا قبل كده في السياحة. فعندنا جوانب كثيرة من معالم وأماكن مصر العظيمة الموجودة فيها وسواحلها طبعا. ثم تنزل للجنوب والأقصر وأسوان وثلثي آثار العالم، فتضع في كل محافظة من هذه المحافظات بصمة في مقالك عن الحديث عن الوطن والمواطنة. أخيرا واجبنا نحو واجب كل مصري نحو مصر، هنتكلم في العنصر دوت عن طبعا ممكن ناخد المقولات الجميلة اللي خدناها في درسنا من الزعماء زي مصطفى كامل ومكرم عبيد ووصف أمير الشعراء لأكثر من بيت شعري. الأبيات الشعرية بتخلي المقال ثري وبتخلي الخاتمة جميلة. والواجبات طبعا احنا أكدناها مع بعض في الدرس، المحافظة على مصر من أي دخيل أو عدو. ثم طرحنا أهمية إزالة الفوارق والنزاعات وأهمية الاتحاد. فهنا أنا بحب أؤكد معنى الاتحاد، هو السبيل وهو السبب وهو طوق النجاة لتحقيق كل أهدافنا، وإن احنا ناخد مصر العزيزة لشكل مشرف وإنها تكون ما بين الدول المتقدمة، لأن مصر تتميز بعبقرية المكان والزمان، وأبنائها صفاتهم من أجمل صفات شعوب العالم. ننتقل يا أبنائي بعد كده إلى فرع جديد من فروع مادة اللغة العربية، وإحنا بدأناه قبل كده في لقاء سابق، وهو ما هو الاستثناء وما هو أركان الاستثناء. وقلنا إن أهم أركانه 3 أركان، بنبدأ بالأركان وهي المستثنى منه، وده بيجي قبل الأداة، ثم الأدوات بتاعتي، ثم الأدوات، ثم بعد كده المستثنى. والمستثنى طبعا من الأسماء المنصوبة، والمستثنى بيجي بعد الأداة، وده اللي احنا بنخرجه وعايزين نميزه وعايزين نتكلم عنه. خرج الطلاب إلا طالبا، نبذ المدير المهمل إلا واحدا، وهكذا. فإحنا بنركز على المستثنى، هو الاسم المنصوب وهو محل الشاهد ومحل الاهتمام في درسنا. بس درسنا ليه شكل، ليه أنواع. إحنا بدأنا قبل كده أبسط الأشكال وهي أسلوب الأداء إلا، إن إحنا استخدمنا إلا في الاستثناء وتحدثنا عنها وعن أشكال أوضاع الجملة مع إلا، وإن أهمها طبعا قلنا أول حاجة الأسلوب المثبت، الأسلوب المثبت ما فيهوش نفي. وبعد كده الأسلوب الكامل، معانا المستثنى منه ومعانا المستثنى.
لكن بعد كده تطرقنا إلى الأسلوب المنفي، وهو اللي سبق في المستثنى منه الأداة نفي ما أو لم. وبعد كده ممكن يكون عندي تام، عندي كل أركان الاستثناء ولكن منفي، وقلنا حكمه مع إلا. طبعا أدوات الاستثناء اللي هنستخدمها عندنا قلنا في أدوات وفي أسماء وفي أفعال. فابتدينا اللقاء السابق بإلا، أو بداية للاستثناء بإن احنا بنستخدم الأداة إلا. فمعايا رسم توضيحي لأشكال الاستثناء، وهو الحرف بيكون إلا. ده أسهل، أو يعني رقم واحد في الأساليب المستخدمة في عملية الاستثناء. ثم الاسم غير وسوى، وغير وسوى أيضا من الأساليب السهلة في أسلوب الاستثناء، هنوضحها في محلها. وعندنا أفعال وحروف خلا وحاشا وعدا، وطبعا بتستخدم أيضا مع النفي، بتستخدم أيضا مع النفي، فنقول ما خلا ما حاشا ما عدا. أسلوب إلا ركزنا عليه قبل كده، وهنسترجعه مع بعض حتى تكتمل الصورة. الاستثناء إخراج الاسم الواقع بعد الأداة من حكم ما قبلها، مثل نجح الطلاب إلا المهملة، زي ما احنا شايفين المهملة مستثنى منصوب. أركان الاستثناء المستثنى منه اللي هو الطلاب، أما الأداة إلا، ثم المستثنى المهملة اسم استثناء أو المستثنى منصوب. الاستثناء بإلا ده رقم واحد في الأساليب معانا، عبارة عن 3 أشكال منها. أول حاجة المثبت اللي هو عندنا مفيش نفي فيه، نجا الركاب إلا راكبا، نجا الفعل الماضي الركاب المستثنى منه إلا الأداة، راكبا المستثنى منصوب. الركاب وراكبا زي ما احنا شايفين كده، ده من جنس ده، ده مشتق من ده، فكده اسم الكلام معانا كله موجود، المستثنى منه اللي هو ده موجود، فأنا كده الأسلوب بتاعي اسمه مثبت تام. طيب لو كان منفي هيقابلني هنا، هنحط الأداة ما قبل ما نجأ الركاب إلا راكبا، فهنا حطينا النفي، فالأسلوب هنا منفي. طيب المستثنى منه موجود؟ اه موجود، تمام، يبقى هنا اسمه ايه؟ تام منفي. دي الحالة التانية. بنقول ايه حكم المستثنى هنا؟ بصوا جاي ليه شكلين، انظر، راكبا وراكب. راكب راكبا هو هنا هيكون مستثنى منصوب، فإذا هنا الحكم يجوز، ما عنديش اختيار واحد، لا عندي اختيارين، لا اما هنصب الاسم بعدي لانه اسمه تام، عندي الركنين اهم، لا اما تام ومنفي، فعندنا الصفتين دول، فبياخد هنا يبقى منصوب، او ياتي بدل من المستثنى منه. وطبعا هنا المستثنى منه مرفوع، يأتي إعرابه هنا فاعل مرفوع، فبيكون المستثنى هنا بدل، يعرب بدل، وله نفس طبعا الحركة الإعرابية والحالة الإعرابية وهو الرفع، فهنا ليه إعرابين، يجوز النصب ويجوز إتباعه بدلا للمستثنى، لحركة إعراب المستثنى منه. طيب المنفي والمستثنى منه محذوف يبقى ناقص، فبنقول الأسلوب اسمه ناقص منفي. الناقص من منفي دي اسم تاني قلنا قبل كده في لقاء سابق، وهو المفرغ. المفرغ يعني ايه المفرغ؟ يعني النفي كأنه مش موجود، لو انا شلت النفي انا اقدر اعرب الجملة وكأني ما استخدمتش لا نفي ولا استثناء اصلا. ده امتى؟ في الناقص، المستثنى منه مش موجود، ناقص منفي. ما نجا الا راكب، المستثنى مش موجود خلاص ومعايا نفي، ده بيتعرب المستثنى هنا حسب موقعه في الجملة، يعني كأن معايين ديش نفي. أنا طولت عليكم في الشرح، لكن أنا بحب أسترجع الحتة دي لأنها من أهم الحاجات، وهنستخدمها في الأداتين غير وسوى. تاني بنحط هنا شكل تخطيطي للأدوات أهي، تاني متجمع عليك باختصار. في النص هنا الحروف اهي معايا، اما الاسم غير وسوى اللي هنستخدمهم باستفاضه دلوقتي في التدريبات. تفوق الطلاب الا طالبا، الاركان كلها موجوده، هنا بيتعرب طالبا مستثنى منصوب بالفتحه، الكلام بتاعي تام وكامل وغير منفي مثبت. طيب هنركز النهارده على حاجات تانية، وهي باقي اجزاء الاستثناء بغير وسوى.
ثابت عندنا كلنا نحفظ مع بعض يا اولاد اللي احنا تحتيه خط ده، بعد غير وسوى يعرب مضاف اليه مجرور، مضاف اليه مجرور، تمام كده؟ ده الثابت. طيب غير وسوى نفسها انا هتعامل معاها ازاي وهعربها ازاي؟ بنقول بنعربها وبنديها الحالة الإعرابية أو الضبط أو الفتحة أو الضمة إلى آخره إلى آخره، حسب زي بالظبط الاسم اللي جاي لك بعد إلا، الاسم المستثنى اللي جاي لك بعد إلا، نفس الحكم بالظبط. ثلاث أشكال أهو، ده مين؟ غير وسوى نفسها، غير وسوى إيه؟ نفسها. طيب قال لك أول حاجة في الكلام المثبت التام زي أهو، نجا الركاب غير راكب. هنا غير بتاعتنا هي اتعربت ايه؟ منصوبة غير راكب او سوى راكب، يجب نصبها، حكمها هنا يجب النصب. الحالة التانية قلنا ايه؟ منفي، منفي مثبت، منفي تام، منفي تام. عندنا الاركان كلها، ما نجا الركاب غيره، ومعانا النفي بما، اسمه منفي تام، منفي، منفي تام، الأركان كلها معايا ومنفي. حكمه هنا زي ما قلنا في إلا بالظبط، يجوز إن احنا ننصب أو ناخد الاسم اللي هو غيره ده ونديله نفس حالة الإعراب بتاعة الاسم اللي قبله اللي هو المستثنى منه. فممكن يجوز لي أقول غيره، وأجوز يجوز أقول غيره على حالة المستثنى منه وهي حالته هنا الرفع، فيجي لي مرفوع. تمام يا شباب؟ طيب الحالة الأخيرة تاني، منفي إيه؟ محذوف، منفي ناقص، بيعرب حسب موقعه في الجملة. الكلام ده لمين؟ لغير وسوى. الكلام ده لمين؟ لغير وسوى. فهنا غير إعرابها إيه؟ فاعل مرفوع بالضمة. اللي ورا غير وسوى ثابت عندي، قلنا إيه؟ يا بصوا يا شباب، مضاف إليه. كل اللي بعد غير وسوى مضاف إليه، معايا؟ طيب تاني بغير وسوى، قلنا تأخذين حكم ما بعد إلا، دي القاعدة بنجمعها تاني. إمتى يكون واجب النصب؟ إمتى يكون يجوز نصبها؟ إمتى يعرب المستثنى يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة في حالتنا الأخيرة وهي منفي، منفي ناقص، منفي ناقص. التدريبات، يلا نطبق الكلام ده معا. لم يحضر من الضيوف إلا، طبعا هنبص للحالة بتاعتنا، طبعا إلا هنا بنطبق بإلا. لم يحضر من الضيوف إلا، زي ما انتوا شايفين كده أنا بقول أخوك وأخاك، ملهاش علاقة بالضيوف، يبقى إذا أنا هنا ما عنديش مستثنى منه في حالة قطع، والكلام منفي، والكلام منفي، فأنا هنا هيعرب حسب موقعه في الجملة فهاخد أخوك. طيب ما أقدر الأصدقاء إلا أنهي من الأصدقاء؟ هنا طبعا ده كلام متصل وموجود عندي الأطراف ومنفي، فهنا عندي قلنا حالتين، يجوز النصب ويجوز البدل على المستثنى منه، عندي حالتين الاتنين صح، النصب والرفع، النصب والرفع. طيب عاد الفدائيون سالمين غير، هنختار ايه؟ قلنا اللي بعد غير ايه؟ مين من ولادي الشطار يقول اللي بعد غير بيكون مضاف اليه، غير وسوى بعدهم ثابت مضاف اليه مجرور، والعلامات تختلف حسب حالة الاسم من حيث الافراد والتثنية والجمع، فيختلف معاك العلامة الإعرابية. أما ما بعد غير مضاف إليه مجرور، فمين فيهم اللي تصلح للحالة دي؟ ها تمام، الجر طبعا هو بيكون بالياء، فهقول أبي بكر، غير أبي بكر. غير هنا هو أنا نصبتها ليه؟ مين من ولادي الشطار يقولوا أنا نطقت غير منصوبة ليه؟ لأن الكلام بتاعي متصل، متصل مثبت، فهنا هيبقى غير محلها النصب. ما غاب من الطلاب إلا، ما غاب من الطلاب إلا، هنا الطلاب وأخوك مش متصلين، والأسلوب إيه؟ منفي، والأسلوب منفي، فهنا برضو حالة جواز، حالة جواز لإن أنا
اخدها مرفوعه، لكن ما غاب من الطلاب الا اخوك طبعا بدا فيها قطع ومنفيه، يبقى ده الحاله هنا عندنا منفي محذوف، فهتكون الاجابه حسب موقعه من الجمله. انظر للجمله، غاب من الطلاب مين؟ احنا محتاجين حاجه مرفوعه والرفع بتاع الاسماء الخمسه بالواو، فهنختار اخوك. عفوا، احنا اتنقلنا للجزء الثاني، وهو بنقول بقى بدل بين غير مكان الا، ما يعرف الفضل من الناس الا المنصفون. لو حطينا هنا غير مكان الا، مين من ولادي الشطار معايا متواصل يقول لي هتكون ازاي؟ الاسم بعد غير هيكون مجرور، فهتكون غير المنصفين، هتتغير تماما لان الاسم بعد غير مضاف اليه. القراءة تفيد التلاميذ إلا المقصر، هنحط غير هتبقى إلا المقصري. أما أقول لك بالضبط، يعني مجرد ما تحط لي فتحة كسرة ضمة مظبوطة يبقى أنت جاوبت الإجابة مظبوطة، لأن إجابتك بتدل على فهمك للكلام ده. القراءة تفيد التلاميذ غير المقصري، غير هنا هنحط لها فتحة لأن الكلام عندي تام مثبت، تام مثبت. لا يقبل كرامة غير لئيم، غير لئيم، شايفين لئيم انا عم حطيت ايه على طول؟ كسرتين. لئيم هتكون مجرورة لانها بعد غير اللي هنحطها. لا يقبل كرامة غير لئيم، تمام. وغير انا هنا نصبتها، تيجي غير وتيجي غيره، ممكن اقول غير وغيره، فاذا وضعت الاتنين ما بين قوسين فانت مصيب. لا ينكر سماحة الإسلام إلا مكابر، هنقول إيه؟ غير مكابر، فغير مكابر هنا هتكون أيضا مظبوطة، تمام. وهكذا، لم تهتم دور النشر بكتب الأطفال غير القليل، أنا هنا زبطاها غير القليل. اضبط غير في المثال السابق، يعني ده سؤال مختلف، فهنقول منفي، فهتبقى غير القليل. سوى نفس اللي عملناه في المثال السابق، هنحط سوى مكان إلا هنا، يبقى اللي بعدها مجرور، تبقى سوى المجدين معايا، سوى المجدين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. لا قيمة للعلم إلا بالخلق، هنا هنحط سوى. وهكذا ننتقل لخلى وعدا وحاشا، بيستخدموا حروف وما بعدهم مجرور، أو أفعال وما بعدهم مفعول به منصوب. عدا صحيفة أو صحيفة أو صحيفة، عدا صحيفة ما عدا العدولة، هنا حطينا ما، فإيه الحالة الإعرابية؟ شايفيني حاطة النصب، خلوا بالكم. ما خلا سفن الأعداء، حاطة النصب، فإذا لو حطينا النفي قبل عدا وخلا واجب الاسم بعدهم يكون مفعول به منصوب. القاعدة تستخدم كحروف جر وما بعدها يجر، تستخدم كأفعال وينصب الاسم بعدها على أنه مفعول به. لو حطينا ما قبل خلا عدا حاشا يبقى المستثنى بعدها واجب النصب، يبقى علامة النفي هنا بتأكد لنا واجب النصب. المقولة الجميلة بتاع الشاعر لبيد بن ربيعة، كل شيء ما خلا الله باطلا، فبقول لك ها الله هنا هنحط العلامة بتاعتنا ايه، فبقول كل شيء ما خلا الله باطلا، هنحط علامة النصب لأنها خلا هنا سبقت بما. لو شلنا خلا هتبقى خلا هنا تستخدم كفعل وما بعدها أيضا هيبقى في حالة النصب كمفعول به. سمع القاضي الشهود عدا، ها عدا عفوا، عدا شاهد، عدا شاهد لو استخدمناها جرا، لو استخدمناها كفعل يبقى شاهدا، عدا شاهدا. أوقر التجار، التجار ما عدا، أوقر التجار ما عدا، هنا الحكم إيه؟ النصب فقط، يبقى اللي في النص الطماعة. في نهاية اللقاء بأكد تاني كل اللي خدناه في اللقاء السابق، وهو الانتماء ثم الانتماء لحبيبتي وحبيبتنا كلنا مصر. إمتى؟ إمتى نعطي؟ إمتى نبذل؟ إمتى نضحي بروحنا فداء كل ذرة من ترابها
عايزين روح المواطنة دي تكون جوانا وننزع من قلوبنا كلنا يا شباب الجبن والخوف، ونعرف ان احنا بنفديها وهي تستاهل، لأنها ليها حضارة عريقة وعظيمة من قبل الزمان والمكان، من قديم العهد. وأول ما نقول الفراعنة دي يعني احنا راجعين لعهود قديمة جدا، يعني قبل سيدنا يوسف وأبنائه الـ11 والأنبياء والتاريخ العظيم ده اللي سابته لنا الفراعنة بصمة عظيمة بنفتخر بيها قدام الناس كلها. فواجبنا في النهاية ان احنا نحافظ على بلدنا مصر ونعتز بيها ونحافظ على كل ذرة من ترابها ونمثلها في كل مكان، نمثلها بأخلاقنا وبعلمنا. والعلم ومصر، واللي يعيش في مصر لازم يشتغل ولازم يعمرها ولازم يكون إنسان مختلف. هو ده اللي أكدناه في مقالة القراءة، الانتماء وحب الوطن. وأتمنى إن احنا نطبق ده في حياتنا، وأشوفكم على خير اللقاء القادم إن شاء الله.